تمام. الحين دلوقتي مراجعة اللغة العربية للصف السابع من التعليم الأساسي. أعتقد إن إحنا اشتغلنا مع بعض شوية اختبارات، هنكمل عليها يعني إذا توقفنا عن الاختبار الثاني نبدأ من الاختبار الثالث. هنشوف مع بعض كده كنا فين. أعتقد هنجاوب الاختبار الثاني في اللغة العربية. هل الشاشة واضحة مكتوب فيها الاختبار الثاني؟ يعني انتوا شايفين كلمة الاختبار الثاني دلوقتي والصوت بتاعي واضح وعربية واضح. ماشي يا جماعة، زي ما قلت اللي عايز يجاوب ينضم للبث المباشر ويعمل متابعة للحساب على الانستجرام علشان يشوف لو في اي دروس وفي اي حاجات جديدة تقدر تتابعها على الانستجرام. النص الاول النصوص القرائية. النصوص القرائية، اقرأ النص الآتي ثم أجب عن الأسئلة التي تلي. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وقل رب زدني علما. ما أجمل هذه الآية الكريمة وما أروع معناها. الدعاء والطلب من الله أن يزيد المرء علما، لا مالا ولا ميراثا ولا جاها، لأن العلم هو النبراس الذي تضاء به الظلمات الحالكة، وهو الراية العالية التي ترشد إلى ما فيه خير الإنسان في الدنيا والآخرة. العلم كما قال خير المرسلين صلى الله عليه وسلم فريضة على كل مسلم، وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما ميسرا. فكان حريصا على تعليم أصحابه لإدراكه لمكانة العلم وأهميته في نهضة الأمة وتطورها على مر الأزمان. فبعد غزوة بدر الكبرى وبعض كفار قريش في الأسر، قرر الرسول الكريم أن يكون فداء المتعلم من الكفار الذين لا يملكون مالا أن يعلم عددا من أبناء المسلمين القراءة والكتابة، وكان يحث أصحابه على تعلم لغات أخرى، لأن من عرف لغة قوم أمن شرهم وآذاهم. فلتحصيل العلوم طرائق مختلفة، أولها القراءة، إذ أن القراءة هي البوابة التي يدخل الإنسان منها إلى عالم أوسع، ليس ضيق العالم الذي يعيش فيه، حتى لو كان هذا الإنسان يعيش في غرفة لا يوجد فيها أدنى سبل الراحة والهناء. بالقراءة سيجد نفسه في أوسع مكان، بل سيجد نفسه غير محدود بزمان، يتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل. إضافة إلى القراءة، هناك طريقة أخرى شديدة الأهمية لتحصيل العلم، وهي المعلم، وخصوصا إن كان شديد الاطلاع موسوعيا وكان لديه أسلوب شائق في إيصال المعلومة. إن هذا الأمر سيريح طالب العلم كثيرا من أمور متعددة ومختلفة ومتنوعة. وأخيرا، من أهم طرائق طلب العلم التجربة والمشاهدة. فهناك قاعدة عامة تقول: الخبر كالعيان. ولنتذكر: إذا حصل الإنسان على العلم فإنه حتما سيصبح إنسانا ذا روح ومكانة عظيمة.
السؤال الأول: كلمة النبراس الواردة في الفقرة الأولى تحمل جميع المعاني الآتية ما عدا كلمة واحدة. يعني إيه السؤال ده؟ يعني كلمة النبراس من معانيها المصباح والنور والضوء ما عدا كلمة الإيه؟ العتمة. بس يا أولاد خد بالكم من الأسئلة اللي زي دي كده، تلاقي كلمة ما عدا وتحتها خط أو عدا وتحتها خط، وأحيانا تكون بخط سميك بولد، تمام؟ تفهم بقى إن هو عايز الإجابة غير الصحيحة. نقول تاني: كلمة النبراس الواردة في الفقرة الأولى تحمل جميع المعاني الآتية. مين هيجاوب بقى؟ أنا جاوبتها بس مين انتبه؟ يلا: تحمل جميع المعاني التالية ما عدا كلمة نقط. يلا يا ترى، المصباح ولا النور ولا العتمة ولا الضوء؟ مين اللي هيجاوب؟ اللي عايز يجاوب يكتب هنا يكتب في الشات بتاع الانستجرام. يلا، مين هيجاوب؟ يلا، أيوة، العتمة. ممتازين. إيه؟ يكتب الإجابة يا شباب، يكتب جنبيها الإيه؟ يكتب جنبيه اسمه عشان أعرف اسمه إيه. شاطرين 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 شاطرين. طيب، وتطورها على مر الأزمان. لفظ الأزمان جمع، مفرد الأزمان إيه؟ هو عايز مفردها، يعني هو قال لك الأزمان دي كلمة جمع، هو يريد مفردها. يلا يا يحيى، زمن. ممتاز. اسمك إيه اللي كاتب؟ اسمك ايه؟ زمن. ممتاز، شاطر يا منهال. يا مرحب 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 بشيخ الشيوخ سالم. يا اهلا يا سالم. شيخ سالم كتب لنا الازمان جمع مفردها زمن. لتحصيل العلوم طرائق مختلفة، عدد طريقتين من الفقرة الأخيرة. هو عايز الإجابة تكون من الجزئية هذه. تعال نشوف، نبحث عن كلمة طرائق تحصيل العلوم كده. هنا هو قال: فلتحصيل العلوم طرائق مختلفة، أولها القراءة، يبقى أول طريقة القراءة، تمام؟ والطريقة الثانية، والطريقة الثانية قال هوت هناك طريقة ثانية للقراءة، يعني إضافة إلى القراءة، قال لك وهي المعلم. يبقى القراءة والمعلم. الإجابة الصحيحة القراءة والمعلم، هذه الإجابة الصحيحة، القراءة ثم المعلم. طيب، ذكر العلم في القرآن الكريم لأهميته، اكتب دليلا قرآنيا من النص. يعني العلم جاء في القرآن الكريم، جاء في القرآن الكريم عشان هو مهم. عايزين، شاطر يا سعيد، شاطر يا معلم، شاطر يا يحيى، عايزين من النص آية قرآنية. طبعا مفيش غير هي: وقل ربي زدني علم. أكتب الآية الكريمة الواردة في النص: وقل ربي زدني علما. بين سبب حث الرسول صلى الله عليه وسلم على تعلم لغات أخرى. تعال نشوف ليه النبي صلى الله عليه وسلم حث على
تعلم لغات أخرى. الإجابة موجودة، هذه الإجابة موجودة هي. يلا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الثامن بعد ما خلص السابع مباشرة، يعني ساعة كده. يبقى الإجابة: لأن من عرف لغة قوم أمن شرهم وأذاهم. مرة يا مؤذي. طيب، يبقى هنا حرص النبي على تعلم لغات ليه، أو حث النبي على تعلم اللغات، لأن من عرف لغة قوم أمن شرهم وأذاهم. طيب، في ضوء فهمك للفقرة الثانية، أين الفقرة الثانية اللي هي جنبها 2؟ هذه كلها اسمها الفقرة الثانية. في ضوء فهمك للفقرة الثانية، وضح ما كرره الرسول صلى الله عليه وسلم بعد غزوة بدر الكبرى. تعال نشوف هنا بعد غزوة بدر الكبرى موجود هنا إيه اللي حصل. أهو، كرر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكون فداء المتعلم من الكفار الذين لا يملكون مالا أن يعلم عددا من أبناء المسلمين القراءة والكتاب. هذه هي الإجابة الصحيحة. آخر سؤال في القراءة لازم بيجي حاجة مش إجابتها مش في النص، يعني هذا النص وكل الأسئلة موجودة في النص، ماشي؟ يعني مثلا ما عدا طبعا العتمة والأزمان، مثلا طرائق تحصيل العلوم موجودة في النص، الآية القرآنية هي الوحيدة الآية المذكورة في النص، يعني سؤال محلول، سؤال حال نفسه. بعد كده بين حساب حث الرسول على تعلم لغات أخرى موجودة هنا، لأن من عرف لغة قوم أمن شرهم وأذاهم، موجودة. في ضوء فهمك ما وضح ما قرره الرسول بعد غزوة بدر الكبرى، برضو موجودة. أما السؤال السابع بيكونش يا أولاد موجود في إجابته، موجودة في النص، تبقى الإجابة موجودة من راسك أنت. لما تنصح أكتب مقترحين، إيه رأيك، إيه الفكرة اللي أعجبتك، إيه الفكرة اللي لم تعجبك، يعني حاجة كده إيه، يعني من خلال فهمك وإبداعك أنت للنص. نعم، أيوة يا أسامة، ده صف سابع لغة عربية، عندهم بكرة امتحان لغة عربية، فقلنا نعمل لهم مراجعة امتحان، نحل معاهم امتحان. بما تنصح صديقك الذي لا يهتم بالعلم؟ يلا نكتب كده على انستجرام كده، ننصحه بإيه؟ صديقنا الذي لا يهتم بالعلم، ننصحه بإيه؟ بما تنصح صديقك الذي لا يهتم بالعلم؟ أنصحه بأن يهتم بالعلم والقراءة ويحترم المعلمين ويحضر الدروس النافعة وغير ذلك. أهلا وسهلا وعليكم السلام، أهلا يا بابا. اللي عايز يجاوب يكتب في الانستجرام. السؤال الذي يليه هو سؤال النصوص الأدبية، من نص أنت وأنا للشاعر خليل الهنداوي: أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ تنبت الأرض لنا أزهارها، ثم لا تنبتها إلا قنا. أرضنا إن شئت تغدو مسكنا، وإن شئت استحالت مدفنا. يا أخي قصرك قصر شامخ، أكثير أن ترى الكوخ لنا؟ نذهب الحب وإيمان الهوى، لا غنى كالحب في دنيا الفناء. نقولها كمان مرة: أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ تنبت الأرض لنا أزهارها، ثم لا تنبتها إلا قنا. أرضنا إن شئت تغدو مسكنا، وإن شئت استحالت مدفنا. يا أخي قصرك قصر شامخ، أكثير أن ترى الكوخ لنا؟ مذهب الحب وإيمان الهوى، لا غنى كالحب في دنيا الفناء. خصمان، كلمة خصمان تعني ما معنى خصمان؟ عدوان. شاطر يا شاطر يا أفنان.
يلا تعال نشوف مين الباقي، مين البقية اللي عايزين يجاوبوا. أفنان كتبت، عدوان، في دنيا الفناء. الفناء يعني الفناء، يعني كلمة الفناء اللي هي الفناء وحذفت الهمزة التسهيل، مضادها ايه؟ عايز مضادها. عايز مضادها، مضاد الفناء. فناء عكسها الزوال، ولا عكسها، ولا عكسها البقاء، ولا الانقطاع، ولا الانقراض. يلا اللي هيجاوب هنا صف هنا سابع، الفناء عكسها البقاء. ممتاز، خد بالك هنا المضاد عايز العكس، وهو في الاختيارات عايز غلطك كاتب لك المعنى اول كلمة عشان تقول الفناء معناها الزوال، هو عايز المضاد. انت عايز، مش عايز المعنى. ما الذي يدعو إليه الشاعر في الأبيات السابقة؟ ما الذي يدعو إليه الشاعر في الأبيات السابقة؟ ثانية واحدة. وعليكم السلام، الله يخليك، ازيك يا أيه؟ أيوة. يعني يا حاج ثواني هكلمك من التليفون التاني عشان في مؤتمر في التليفون ده. حاضر، ثانية واحدة جاية يا خدات. حاضر موجودة. حاضر حاضر. يلا يا اولاد، المضاد معناها، المضاد معناها الايه؟ المضاد يعني معناها عكسها، المضاد معناها عكس الايه؟ عكس الكلمة. اهلا يا جمعة، يا مرحبا يا جمعة. صف خامس خلص يا حبيبي، خلصنا شطبنا خامس الحمد لله. تعالى خصمان، هنا كلمة خصمان معناها قلنا عدوان، في دنيا الفناء، الفناء عكسها، عكسها البقاء. ما الذي يدعو إليه الشاعر في الأبيات السابقة؟ يدعو إلى الوحدة يا أولاد والإنسانية. وضح الصورة الجمالية في قول الشاعر ثم لا تنبتها إلا قنا. القنا اللي هي قصبة الرمح. عايز تقول تعبير يدل على عداوة الإنسان، بير يدل على كراهية الإنسان للبيئة، عايز تقول تعبير يدل على البغضاء والكراهية، عايز تقول تعبير جميل حيث شبهها، حيث شبهها القنا بنبات ينبت، هي نبات ينبت. لا تنبتها إلا قنا، تعبير يدل على عداوة الإنسان لنفسه، تعبير يدل على عداوة الإنسان لنفسه، كل ده صح. البيت الخامس بيجيب لك بيت شعر أو آية قرآنية أو فكرة، وبعدين بيقول لك هات ما يناسبها من الفقرة أو من النص. عين البيت الذي يتفق مع قول إيليا أبي ماضي، أنت مثلي من الثرى وإليه فلماذا يا صاحبي التيه والصد. إيليا أبو ماضي في له قصيدة اسمها الطين، نفس الموضوع كده، بيقول أنت مثلي
من الثرى وإليه، يعني خلقت من الثرى اللي هو التراب، وإليه يعني سوف تعود، سوف تعود مرة ثانية إلى التراب. فلماذا يا صاحبي التيه والصد؟ أنت ليه يعني بتهجرني وليه كده يعني شايف نفسك متكبر عليا؟ تمام؟ فين البيت بقى الذي يتماشى مع هذا القول؟ ممكن البيت الأول، أنت إنسان وإنسان أنا. تمام، بعد نص ساعة. أنت إنسان وإنسان أنا، فلماذا نحن خصمان هنا؟ هذا البيت الأول هو أقرب واحد. أرضنا إن شئت تغدو مسكنا وإن شئت استحالت مدفنا. عايز يقول الأرض ممكن نسكن فيها، وممكن تكون الأرض يعني ندفن فيها إحنا الاتنين، تكون قبر. أرضنا إن شئت تغدو مسكنا وإن شئت استحالت مدفنا. كيف تصبح الأرض مسكنا ومدفنا بيد الإنسان نفسه؟ هنا بيقول إن شئت الأرض دي تكون مسكن لنا جميعا. تمام، وإن شئت لو أنت برضو عايز استحالت، أي الأرض استحالت مدفنا. الشاعر بيقول كيف تصبح الأرض مرة مسكنا ومرة مدفنا بفعل الإنسان نفسه. طبعا هتكون مسكنا بالتواد والتواصل بين الناس جميعا يسكنون فيها جميعا، لا فرق بين أبيض وأسود ولا غني ولا فقير. طيب، وإن شئت استحالت مدفنا، يعني حينما بقى يعني نتعادى ونتفانى ويفني بعضنا البعض الآخر، ستكون هذه الأرض مدفنا أي قبرا لنا جميعا. يبقى هنا الأرض يا أولاد تصبح مرة مسكنا مدفنا بفعل الإيه يا أولاد؟ بفعل الإنسان نفسه، هو نفسه الإنسان يخليها، عايز يخليها مسكن يسكن فيها الجميع، أو ممكن عايز يخليها مدفنا يدفنوا فيها. إمتى يكون مسكن؟ بالتواد والتواصل والتحاب. وإمتى يكون مدفن؟ بالتباغض والتقاتل والتناحر على الدنيا. بيجي لك رقم 7 أو السؤال الثالث، بيجي لك سؤال في الحفظ. هنا عندنا قصيدة السلحفاة والبطاطان، في فقرة أو جزء من النص هو الحفظ. تكتب بيتين تاليين مرتبين، لازم تكتب البيتين مرتبين. إياك والكلام في الطريق فتصبحي في كربة وضيق. تاني، بيت الشعر يقول إياك والكلام في الطريق فتصبحي في كربة وضيق. أنتم تكملوا من نص الحفظ. ننتقل إلى السؤال الذي يليه، سؤال النحو والصرف. أغدقت السماء الماء إغداقا، أغدقت السماء الماء إغداقا، وسكبت المزاريب الماء من على سطوح البيوت. المزاريب اللي هي الماسورة اللي بتتحط فوق السقف علشان ينزل منها ماء المطر إلى الأسفل، هذا اسمها مزاريب. أقول تاني، المزاريب معناها ماسورة بتوضع كده فوق كده الطابق العلوي على السطح، ويكون لها فتحة تنتهي إلى أسفل البناية على لكي يدخل فيها ماء المطر وينزل منها على الشارع كي لا يفسد المنزل. هذه اسمها المزاريب. أغدقت السماء الماء إغداقا وسكبت المزاريب الماء من على سطوح البيوت، ودخل الناس منازلهم ليحتموا من المطر الذي استمر يهطل بغزارة حتى تجمعت المياه وسالت الشعاب والأودية تروي الأرض، وتعزز هذه الأمطار مخزون الصخور تحقيقا لاكتفاء جوف من المياه العذبة. عايز مفعول مطلق. أيوة، اليوم إن شاء الله حصة لصف الثامن، وحصة صف التاسع إن شاء الله، وحصة للصف الإيه
للصف العاشر على حسب الصحة. جماعة معانا الحمد لله بتوع صف سابع، تمام. أغدقت السماء، هو عايز مفعول مطلق، هنا أغدقت السماء الماء إغداقا، يبقى هنا إغداقا هنا مفعول إيه؟ مفعول مطلق، تمام. وسكبت المزاريب الماء من على سطوح البيوت، ودخل الناس منازلهم ليحتموا من المطر الذي استمر يهطل بغزارة حتى تجمعت المياه وسالت الشعاب والأرض الحر وتعزز هذه الأمطار. مخزون الصخور تحقيقا لاكتفاء جوفي. يريد مفعول لأجله، مفعول لأجله كلمة منصوبة جاءت يعني بيان لسبب حدوث الفعل. يلا مين هيجيب مفعول مطلق؟ مفعول لأجله. مين هيجيب مفعول لأجله؟ يقول في مفعول مطلق إغداق مفعول لأجله أهو. ابحث عن كلمة منصوبة تكون جوابا لسؤال أداته لماذا، تكون جواب لسؤال أداته إيه؟ أداته لماذا. صف الحين صف سابع، اهي يا زهور احنا خلصنا يا زهور صف خامس، الحين يا زهور صف سابع يا زهور. طيب شفت كلمة تحقيقا، شفت تعزز هذه الأمطار مخزون الصخور تحقيقا لاكتفاء جوفي من المياه العذبة، تحقيقا دي مفعول لأجل. ماشي يا أولاد، مفعول إيه بقى؟ مفعول لأجل، مفعول مطلق، مفعول خلصناه، مفعول مطلق قلنا كلمة إغداقا، مفعول لأجل كلمة تحقيقا. أعرف السماء والأرض، يلا. أغدقت السماء الماء، أغدقت السماء، مين يعرف السماء؟ اللي يعرف إعراب السماء يكتب في التعليقات. أغدقت السماء، السماء أيوة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، لازم تقول الإعراب كاملا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. أما إذا كتبت فاعل مرفوع نصف درجة، إذا كتبت فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة أخذت الدرجة كاملة. الأرض تروي الأرض، الأرض هنا أيوة، وسالة الشعاب والأودية تروي الأرض، نعم نعم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. اضبط بالشكل آخر الكلمتين، المطر ويهطل، المطر من المطر، هنا من حرف جر يبقى حط عند الراء كسرة، أو حط كسرتين عشان كلمة معرفة بألف واللام، بحط التنوين ده فتحتين وكسرتين وضمتين لما يكون ايه يا حبيبي؟ لما يكون الكلمة نكرة، اما اذا جاءت معرفة بألف واللام ما تحطش التنوين. من المطر كسرة واحدة. الذي استمر يهطل، يهطل فعل مضارع مفعول بالضمة، حط على اللام ضمة. اختر الاجابة الصحيحة من بين البدائل المعطاة فيما يلي، وصمت نهاري رغبة في مثوبة، وصمت نهاري رغبة في مثوبة، يعني واحد بيقول أنا صمت النهار رغبة في الثواب من الله سبحانه وتعالى. في هذه العبارة مفعول لأجل، أين المفعول لأجله؟ يا ترى كلمة صمت ولا رغبة ولا مثوبة ولا نهار؟
اللي عارف يكتب الإجابة الصحيحة في انستجرام. يلا اللي عارف يكتب الإجابة الصحيحة في انستجرام. وصمت نهاري رغبة في مثوبة مفعول لأجله كلمة. يلا مش ها مش كاتبين ليه؟ فين الشاطرين؟ فين الحلوين المتابعين؟ ممتاز. اسمك ايه وهكتب رغبة؟ ممتاز. انت سالم شاطر يا سالم. رغبة ممتاز. سالم ده كتب رغبة. محمد عاش الأسامي. اسم محمد عاش الأسامي. أحلى اسم في الدنيا اسم محمد، اسم الرسول صلى الله عليه وسلم. جميع ما يأتي من الأسماء الخمسة ما عدا، في واحد من دول من الأسماء الخمسة ما عدا إيه؟ أب أخ عم فو، واحد من دول مش من الأسماء الخمسة. يا ترى أب ولا أخ ولا عم ولا فو؟ أهلا يا أسامة عاشت الأسامي. ممتاز. كتب عم تاني كتب عم. أيوة لأن أب وأخ وفو من الأسماء الخمسة، بترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. سجد الرجل سجدتين، اجعل مفعول مطلق مؤكدا للفعل وغير ما يلزم. سجد الرجل سجدتين، هي كلمة سجدتين يا ولاد مفعول مطلق بس مبين للعدد، يعني بيدل للعدد، احنا عايزينه يبين للنوع. أقول إيه بقى؟ سجد الرجل، ها؟ مين يقولها؟ ممتازين، شاطرة يا خديجة، عاشت الأسامي أحلى اسم، أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها. سجد الرجل سجودا، إذا قلت سجدتين ده اسم مبين للعدد، سجودا ده مبين مفعول مطلق مؤكد للفعل. طيب ننتقل إلى السؤال الأخير في درسنا اليوم وهو الخاص بالإملاء والتركيب. جمع عمرو أبناءه، واحد اسمه عمرو جمع أبناءه وأقام حلقة، حلقة كده دورية كده ولده قاعدين فيها وهو قاعد إيه في الأول كده. لماذا أقام حلقة؟ ليبين لهم بأن الخالق تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، وبالبر بالوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما، وخاصة طبعا هنا في هنا أشغل لكم الكاميرا الخلفية. جمع عمرو أبناء، واحد اسمه عمرو عنده أبناء عايز يديهم درس، قعدهم في حلقة وقعد يقول لهم إيه بقى؟ إن الله سبحانه وتعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، وبالبر بالوالدين وطاعتهما والإحسان إليهما. بعمل هنا يا أولاد إيه؟ فصلة، تمام؟ وخاصة في حالة الكبر التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية، وذلك بأن نتلطف بهما ولا تجرح شعورهما، فهما سبب وجودنا في هذه الحياة، وقد تعبا في تربيتنا، فلا أقل من أن نرد الجميل لهما وأن نعاملهما معاملة حسنة في حياتهما وبعد مماتهما بالدعاء لهما بالرحمة والمغفرة. طبعا بنحط آخر حاجة إيه؟ أول حاجة حطينا فاصلة وفي آخر حاجة انتهت. فعاش لسه من دلوقتي نحط نقطة في النهاية في الآخر. طيب هنا وطاعتنا فصلة وعند المغفرة نقطة. استخرج كلمة بها لام تكتب ولا تنطق. لام طبعا أنا عايز أقول لام شمسية، يعني عايز أقول لام شمسية. دور على كلمة فيها ال، هنا دور على كلمة فيها الخالق لا قمرية. طيب إيه كمان؟ البر لا قمرية، الوالدين قمرية، الإحسان قمرية، إيه كمان؟ الكبر قمرية،
الرعاية شمسية، أيوة الرعاية، صف سابع حاليا، فصل ونقطة، ممتاز ممتازين. الرعاية كلمة بها حرف ينطق ولا يكتب، ينطق ولا يكتب، وهتقول لي عمرو، عمرو ده بيكتب ولا ينطق، يعني عكسه. طيب ينطق ولا يكتب يعني بنطقه مش بكتبه، يعني مثلا ندور على كلمة فيها ايه، ينطق ولا يكتب، بنطقه بس مش بكتبه. يعني وخاصة، شوف وخاصة دي تنوين اهو، بنطق نون بس مش بكتبها، وخاصة. ممتازين، حلقة، ممتاز. اختر الإجابة الصحيحة من بين البدائل التالية: جميع ما يلي من الكلمات التي بها حرف ينطق ولا يكتب. كل هذه الكلمات فيها كلمات فيها حرف ينطق ولا يكتب. ذلك فيها ألف، عمرو، أيوة هذا، إله، أيوة الإجابة الصحيحة كلمة عمرو، لأن عمرو فيها حرف بكتبه، بكتبه ما بنطقه، ما بنطقه. يحذف حرف العلة في نهاية إيه؟ الفعل الماضي، مضارع منصوب، الفعل الأمر، جميع ما سبق. حرف العلة بتحذف عند فعل الأمر المعتل الآخر. صوب، ادعو إلى فعل الخير والعمل الصالح. ادعو ينفع أكتبها بالواو كده ولا أكتب ألف دال عين بس؟ ألف دال عين فعل مبني على حذف حرف العلة، سبب لأن الفعل مبني على حذف حرف العلة. انتهت الأسئلة النهاردة كده، خلصنا حبايبي. سؤال، سؤال اختبار مؤسسة للبداية التعليمية، احرص على اقتناء السلسلة اللي فيها اختبارات جميلة جدا. وقلت صف سابع، صف سابع انا حليت معاكم التربية الإسلامية منهج جديد، يعني امبارح درست لهم عفوا امبارح درست لهم تربية إسلامية، تمام. والكتاب فيه أسئلة كتير جدا، وفي كل مادة ليها 5 اختبارات، والسلسلة موجودة في جميع مكتبات سلطنة عمان. الله يخليك يا حبيبي. واحد بيقول صحة، أعمل إيه من امبارح عمال أتكلم صوتي رايح خالص، ولسه 8 و9 و10 النهاردة لغة عربية. أستأذنكم حبايبي، ربنا ينجحكم جميعا واسمع عنكم سمع خير. كان معكم الدكتور طلعت ناجح، مؤلف وصاحب سلسلة البيان التعليمية، السلسلة الجميلة السهلة المبسطة اللي بتفهم بشويش الطلبة الحلوين أصدقاء سلسلة البيان. السنة الجاية في زي ما قلت لكم كتاب اللغة العربية هيتغير، يعني هينزل لكم منهج جديد زي ما نزل في 7 كمان منهج جديد من سنتين، تمام. هينزل السنة الجاية صف 8، هيكون منهج جديد في العربي وفي الإسلامية. فهتحصل إن شاء الله سلسلة الاختبارات فيها 5 اختبارات لكل مادة، وإن شاء الله بعمل لك كتاب شرح في اللغة العربية برضو، هتستمتع بيه جدا جدا جدا. إلى اللقاء حبايبي، ومع السلامة.